نعم. الإمام إذا سهى في صلاة التراويح في صلاة الفريضة في رمضان قام الركعة الثالثة قبل أن يجلس في الشهر الثالث الأول، ونبه بعض المأمومين فجلس، فلما انتهت الصلاة قال له بعض المأمومين: لماذا يعني جلست بعد أن انتصبت قائمة؟ فاحتج أن النساء خلف المصلين لا يرونها مثلا، يعني في مبنى منعزل عن المأمومين ما يرون المأمومين، فقال يعني يخشى أن يحدث ارتباك بين النساء ومتابعة الإمام، ما الحكم؟ أولا يجب أن نعلم أن من قام عن التشهد الأول سواء في رمضان أو غير رمضان حتى انتصب قائما فإنه لا يجوز أن يرجع، لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه، فليستمر في صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. أفهمت؟ يجب سواء كان إماما أو منفردا. أما المأموم فيجب أن يتابع إماما. وأما إذا قام إلى زائدة كما لو قام إلى خامسة في العشاء أو الظهر أو العصر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر فعليه أن يقوم أن يرجع متى ذكر، حتى لو كان قد قرأ الفاتحة، حتى لو كان في الركوع يجب أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ولا ينظر إلى أحد ولا يبالي بأحد. فهل الإمام الذي سهى عن التشهد الأول في صلاة العشاء حتى قام ثم نبه فرجع واحتج بأنه يخشى أن يرتبك النساء تأول؟ لا شك. ومن أجل تأوله هذا نقول إن صلاته صحيحة، ولكن نخبره بأن هذا التأول غير صحيح، وكان عليه أن يبقى في قيامه، وبإمكانه أن يجهر بعض الشيء في قراءة الفاتحة، فإذا جهر في قراءة الفاتحة عرف النساء أنه إيش؟ أنه قد قام وزال الإشكال، والجهر في هذه الحال للمصلحة لا بأس به، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يجهر بالآية في الصلاة السجية، فكذلك هنا نقول اجهر في هذه الركعة الثالثة وإن كان القراءة فيها سرا والأفضل من أجل الحاجة.